بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة يا شباب هنعرف من خلالها ازاي تقدر تطلع مقطع فيديو من الدي في ار على الفلاش. طبعا الشرح اللي انا هقوله دلوقتي ده منطبق على اي جهاز ايا كان ليه نفس السوفت ده، السوفت الازرق ده. مش شرط نوع الجهاز او اسمه ايه، المهم ان هو يكون نفس السوفت ده بالظبط. اول حاجة بعملها بكون مركب الفلاشة في الدي في ار، بعد كده بضغط على كليك يمين واضغط على ماي منيو اول واحده. لو انا عامل باسورد للدي في ار بكتبه، لو انا مش عامل بضغط على اوكي. بعد كده اجي عند كلمه ريكورد واضغط عليها، هاجي عند كلمه باك اب اضغط عليها برضو. لو تلاحظ هنا دي الفلاشه، هاجي عند كلمه باك اب واضغط عليها. هنا بدايه المقطع اللي انا اطلعه وهنا النهايه بتاعته. هطلع كده مقطع شوي الساعه 8 مثلا و20 دقيقة، خلي بالي ما بين صباحا ومساء، والنهاية بتاعت المقطع الساعة 8 و22 دقيقة، برضو خلي بالي ما بين صباحا ومساء. باجي هنا عند كلمة تشانل، لو انا عايز اطلع اللقطة دي من كاميرا واحدة بختارها، لو انا عايز اطلع اللقطة من الاربع كاميرات اختار كلمة اول. بعد كده باجي عند الصيغة بتاعت الفيديو بختار AVI، واضغط فوق على كلمة Add، طلع معايا اللقطة من الأربع كاميرات. هضغط على كلمة Start علشان أحمل الأربع لقطات دول على الفلاشة، وزي ما حضراتكم شايفين إن هو دلوقتي طلع الأربع لقطات على الفلاشة. بضغط على كلمة أوكي وأطلع من ده خالص. بتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وكمان اشترك في القناة. السلام عليكم.